أسمر اللون هي اللي بتحافظ على الإرث النوبي واللغة النوبية، فكلمنا عن الحتة دي. شكرا أستاذة. بالنسبة للشعر النوبي، في شعر للإلغاء وفي شعر للغناء. نعم. فالشعر الغناء تتغنى بتتردد كثير، فبتخلي ناس المنطقة الأطفال بيرددوا الأغنية، فبالتالي بيتعلموا اللغة النوبية. ومن داخل الشعر في كلمات بتندثر، بعض الشعراء مخصوص بيجيبوا الكلمات اللي يعني في عايزة تندثر تختفي، فبيجيبوا داخل الشعر عشان يعيدوا إحياء الكلمات، إحياء الكلمات اللي عايزة تندثر. فأنا من ضمن الأشياء ده، فقمت كتبت شعر في تقسيم السلطة والثروة اللي كان عملها الحكومة البائدة وفصل به الجنوب.